نظام غذائي وبدني شاق وقوي اللاعب لازم يحافظ عليه عشان يقدر يلعب وينافس بكل قوة رغم سنه الكبير اللي بيقرب من الأربعين. لوكا مودريتش وستيفن كيري وليبرون جيمس وليونيل ميسي كلهم أساطير في الكورة والسلة وحققوا إنجازات كتير ولسه بيحققوا لحد دلوقتي رغم تقدمهم في العمر. والسر في استمرار تألق الأساطير دول هو نظامهم الغذائي والبدني. البداية من مودريتش اللي ماشي على نظام غذائي وبدني قاسي جداً عشان يتفادى تراجع مستواه البدني وعشان يقدر يستمر في المنافسة مع لاعبين أصغر منه. قبل كل تدريب أو ماتش بيلعبه مودريتش بيتدرب 30 دقيقة بالشريط المطاطي عشان يقوي عضلات رجله، وده بيساعد العضلات إنها تبقى أكثر مرونة ويقلل الإرهاق. مودريتش عنده دكتور متخصص بيشتغل معاه من أول ما عدى سن 30، فلاتكو فوشيتش، الأستاذ في علم الحركة بجامعة زغرب ورئيس مركز التشخيص الرياضي. ودوره إنه بيبعت لمودريتش بشكل مستمر وصفات الاستشفاء وبرامج التدريب لتقوية القلب وتحسين أداء الأوعية الدموية. كل يوم مودريتش بيتدرب 20 دقيقة لتقوية عضلات القلب وتنظيف الأوعية الدموية. ركوب دراجات وسباحة وأيروبكس ومشي بسرعات مختلفة ونط الحبل وتجديف، هي دي تدريبات لوكا مودريتش. مودريتش بعد ما عدى 30 عرف إن جسمه محتاج راحة أكتر، عشان كده بقى بينام عدد ساعات أكتر عشان يتعافى كويس ويتفادى الإرهاق وعشان جسمه يفضل مليان بالأكسجين. كمان لوكا عنده طباخ عايش معاه عشان يواظب على نظامه الغذائي. في الوجبات اليومية لوكا بياكل الأفوكادو والفواكه وعصير البروتين وصدور الدجاج المشوي أو السمك والخضروات والرز والمكرونة. نروح لستيفن كيري واللي دلوقتي بقى عنده 34 سنة ولسه بيلعب وبينافس بقوة في الـ NBA. مش بس كده، كيري الموسم اللي فات كسب اللقب مع جولدن ستيت وكسر الرقم القياسي لعدد الثلاثيات في تاريخ كرة السلة. كيري كمان كسب جايزة أفضل لاعب في مباراة كل النجوم وفي نهائي الـ NBA. ستيفن كيري عنده نظام تدريبات مختلف تماماً عن أي رياضي تاني. تعرف إن كيري يقدر يخفض معدلات نبضات قلبه أسرع من أي إنسان تاني؟ وده بفضل التدريبات اللي بيحافظ عليها كيري بشكل مستمر وبيساعده إن يستعيد نفسه ولياقته بسرعة جداً. بعد كل تدريب بيعمل تدريبات لطريقة تنفسه، وهي إنه بينام على الأرض ويحط أكياس رمل على صدره بالقرب من الحجاب الحاجز المسؤول عن التنفس وبيبدأ يتنفس بشكل منتظم. ده بيخليه في وقت راحته ومع التنفس بانتظام يرجع المعدل الطبيعي لنبضات قلبه في 90 ثانية بس. ليبرون جيمس أسطورة كرة السلة وفي الموسم ده حطم الرقم القياسي كأكثر لاعب سجل نقاط في تاريخ NBA. ليبرون مخصص مبلغ 2 مليون دولار كل سنة على الأكل بس عشان يفضل وهو عنده 38 سنة يلعب وينافس ويظهر بأفضل مستوى. ليبرون عنده طباخة خاصة بتنظم له أكله وبينوع مصادر البروتين وبيهتم بالفيتامينز وإنه يخفض نسبة الكوليسترول في جسمه، وكل ده عشان جسمه يتعافى أسرع. وفي وقت الحسم ليبرون بيوقف السكر تماماً وبيزود الكربوهيدرات عشان يعوض السعرات اللي جسمه بيحرقها. ليبرون بيبدأ تدريباته يومياً الساعة 5 صباحاً وليه يوم لجلسات اليوجا. نروح بقى لليونيل ميسي اللي قرر في وقت معين من حياته يغير نظام أكله عشان يقدر يستمر في الملاعب لأطول فترة بأفضل مستوى. ميسي لما وصل 27 سنة اشتغل مع خبير التغذية الإيطالي جويلانو بوسير اللي خلاه يبعد عن المشروبات الغازية والوجبات السريعة والمقليات والدقيق والسكر والكافيين،
وتحول ميسي لأكل الدجاج المشوي والخضروات والمكسرات والفواكه والبروتين. ده بجانب طبعاً تدريبات الكارديو عشان يقوي عضلات القلب ويقدر يتحمل الجهد بشكل أكبر.